وفي هذه اللحظات سوف ينطلق مشاهدينا. هناك أمسية الفنية ساهرة، وعلى بركة الله وتوفيقه تمت انطلاقة الشوط الثالث الذكور للسلوك العربي الأصيل، هذا السلوك الذي عاشر العرب من قديم الزمان ليحتفظوا بهذه السلالات الجميلة وهذا التراث المثير. المركز الأول هنا مشاهدينا لسعيد بن دربي بن علي بن سالم الكتبي غيار الذي بدأ يغير على مقدمة الشوط وانطلاق. المركز الثاني هناك ايضا المركز الثاني مشاهدينا والمركز الاول لمنصور بن عبيد بن سالم بن شرارة، اطلق الشرارة مع سالك، اسم ايضا صال وجال مع السلوك العربي الاصيل، اسم يحتفظ يعرف طريق السبك. المركز الثاني بالرقم 2 لسيف بن محمد بن سعيد بن محمد المنصوري الوحش، ولكن اللي قادم الاخر هو امينو لمحمد شفيع محمد ابراهيم، بدا يقترب وبدا يختنس المركز الثالث، ولكن هنا المركز الرابع وخلونا مع الثلاثه المقدمه مشاهدينا في كل مكان لنا عوده، ولكن رقم 10 اللي قادم مع مروان بن سالم سعيد السبوسي مع ابعاد انتم ولا قريبين، الله الله يا سلام. ينطلق الشوط والمقدمه واليمين المقدمه لابن شراره مع سالك منصور بن عبيد بن سالم بن شراره الذي يتقدم صاحب البطوله في العام القادم وصاحب البطوله ايضا بطولات تسير وتجيل. يا سلام، وراعي راعي الرنجات، نعم اكثر من رينج روفر في رصيده، في رصيد سالك ودرب سالك ومنصور بن عبيد بن سالم بن شراره ينفرد ويحقق هذا الشوط كالعاده. ما شاء الله اللي غير هنا مروان بن سالم بن سعيد السبوسي مع ابعاد، والمركز الثالث سيف بن محمد بن سعيد محمد المنصوري الوحش، ولكن بن شراره وسالك وسالك وسالك، الله الله يا سلام السلوقي العربي الاصيل. شكرا للجنه المنظمه، شكرا مسلم العامري الذي يتابع هذا التنظيم الجميل والرائع والجماهير التي تتابع على جانبي الميدان. المركز الاول بن شراره بن شراره يتردد مخرج جيف مي نمبر 2 نمبر 2 سلوقي نمبر 2 بليز اسكيوز مي دايركتر، الله الله يا سلام. مروان بن سالم بن سعيد السبوسي رقم 10 هو خطف الشوط، مروان بن سالم بن سالم بن سعيد السبوسي مع ابعاد. المركز الثاني منصور بن عبيد بن سالم بن شراره، والمركز الثالث